أخصائيون خبراء أساتذة في هذا المختبر العلمي الذي سيستغرق يومين من أجل تحليل هذه الظواهر، من أجل الإجابة عن بعض الأسئلة العالقة التي فاجأتنا وفاجأتنا جميعا. قبل الافتتاح وقبل الخوض في أشغال هذه الجلسة، تقترح عليكم اللجنة المنظمة عرض فيلم مؤسساتي يؤطر أشغال هذا المنتدى. ورأينا كيف هبت هذه الجهة وساكنتها بالتضامن مع المتضررين من الزلزال، رغم بعد المسافة حوالي 600 كيلومتر، هي المسافة الفاصلة بين طنجة ومنطقة الحوز، لكن هذا البعد لم يكن بعدا جغرافيا بل قربته، خصوصا وأن بلادنا قد تعرضت لمجموعة من الكوارث الطبيعية من حرائق وزلازل وفيضانات وغيرها، خلفت خسائر مادية وبشرية فادحة. ولعل زلزال زملائي الأساتذة Les pertes économiques et environnementales. Nous vous encourageons à participer activement, à poser des questions, à engager des discussions et à établir des réseaux de collaboration. Les solutions aux défis que nous affrontons résident dans la diversité des points de vue et de l'engagement de chacun d'entre vous. Nous avons essayé de traiter cette thématique d'un point de vue pluridisciplinaire via l'ensemble des aspects liés par la lien sismique, d'un côté géologique, sismologique, géographique, juridique, psychologique, etc. et social.